الله يفتح لك لتوضيح سؤال أخونا عبد الله. دكتور مدير ظلمه ونسب إنجازاته لإله ففصل عبد الله من العمل، هل يؤثم لو دعا عليه؟ إن دعا عليه أو ما دعا عليه الله بده يعاقبه، نعم لا يغلب حاله. إنسان يظلم وما يلاقي نتائج ظلمه في الدنيا مستحيل. لا، الظلم سيدي، الظلم هذا الشيء يعاقب الظالم في الدنيا قبل الآخرة. يعاقب الظالم في الدنيا قبل الآخرة. سبحان الله. الافتراء والظلم. يعني حتى لو ما دعا عليه أبداً. الله يأخذ له حقه. أبداً. طب شرعا شيخنا لو تلفظ بالدعاء عليه من قهره. ما في مشكلة. لا يعتبر عذر. نعم. متألم لأن. نعم. الذي يدعو معذور عند الله. الذي يدعو معذور عند الله.